لا لا احنا بدنا نطيب وبدنا نجيب اكلها طيبه لكم. ضمني دكتور طعميني. عنده احساس الابوه بتنسى انك استاذنا. لا تاكلها تجنش خصوات. هلا رح نعمل لها جلسه رزاز. كانت موتره جين بطل دش وراحت المحطه اللي كانت تتابعها فصارت تتوتر وما عاد قبلت تعمل شيء. عم تاخذ ادويتها بشكل منتظم؟ يعني بالفتره الاخيره ما كانت عم ترضى تبلع الكبسولات فكنت اضطر افتح لها اياهم وحطهم بالاكل والشرب ومع ذلك فعاليتهم صارت قليله. هيك طعميني بسيط. ايه بقابل اليوم على كل حال وبرجع وبغير له الادويه وبنعطيها تابلت بدل الكبسول. ايه هيك احسن اكيد احسن. ما في داعي للقلق. بهذا العمر طبيعي نشوف هي شوية تغيرات واضطرابات. دكتور شكرا كثير على زيارتك معي. ولو واجبي هذا بالاذن. مصطفى. مصطفى. روح على البيت فورا صلح الدش وفي كم غلط بدك تجيب لي اياه. خلي بشرفي ما كنت منتبه انه خلص شحن الموبايل. خلص خلص مرت على خير. خلي الله يوفقك خليني مع شوي بس شوية وقت. في قلبي. يا حياتي حبيبتي. وهي بابا إيش؟ يا حبيبي. بابا حبيبي.